كيف كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق، أكثر الناس عبادة. لكن عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة، بعث بالتوحيد بالإخلاص، ودين النبي صلى الله عليه وسلم دين سهل، دين يسر، دين سماحة. نعم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية، يعني بالتوحيد بالإخلاص وترك الشرك. السمحة، دين سهل، دين هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد شريعة مثلها. كم صلاة نصلي في اليوم والليلة؟ 5 صلوات. ونستطيع أكثر نصلي من 5، لكن الله خفف علينا سبحانه وتعالى. كم شهر نصوم؟ شهر واحد، شهر رمضان. ونستطيع أكثر، ونستطيع نصوم أكثر من شهر. وعندنا في هذا الدين رخص، عندك عندما تسافر أي صلاة رباعية تصليها ركعتين، هذا تيسير على الأمة، تسهيل على الأمة. نعم، تستطيع في السفر أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا تيسير، تسهيل على الأمة. مغرب avec عشاء ensemble et juste ça facilité تيسير بن لايسنس pour faire la vie facile pour nous. النصارى لا يستطيع أن يعبدوا إلا في مكان واحد، نحن نصلي في أي مكان على وجه الأرض إلا الأماكن التي منع من الصلاة منها مثل الحمامات والمقابر. جنوب بغداد بن كريتيان زوج بكابا في الصلاة اكتبت زوج كنيسة زوج الإغليز كسرنا نو مسلم nous faisons cela partout quoi cela besoin de nous excepté dans la toilette au soir dans le cimetière que nous gagne défendre pour nous faire cela.